يعطيكم العافية حبايبي، حاب أهنئ إخواني المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. وبنفس الوقت أعلن عن انطلاق تحدي 30 صورة بنسخة الثانية. مثل ما ذكرت مسبقا، هدفي بسنة 2023 إنها تكون سنة عطاء، ومثل ما الله أعطاني حاب أرجع أعطي هذا المجتمع اللي ساعدني ودعمني ووصلني للي أنا عليه اليوم. فكرة النسخة الأولى من التحدي إنه إحنا نلاقي شخص جدير بالمعدات يكسبها بعد ما يلتزم معانا 60 يوم ويصور 30 صورة. لكن النسخة الثانية شوي مختلفة. في آخر لقاء لي مع السيد علي كتاني الله يرحمه، حكى لي يلي إذا بدك تطور هذا المجتمع من المبدعين، غير موضوع إعدادات الكاميرا والإضاءة والموضوع التقني، لازم تنشر فيه الثقافة الفنية أولا. المشكلة وقتها أنه أنا نفسي ما كنت لسه واعي فنيا على هذا الموضوع، وغير هيك ما كنت شايف أنه المجتمع الشبيبة هسه جاهزين لهذا الإشي. لكن بعد ما شفنا النتائج من النسخة الأولى من التحدي، صراحة جاهزين وزيادة أنه ننشر الثقافة الفنية بهذا المجتمع. فبناء عليه النسخة الثانية من التحدي راح تكون عبارة عن تحديات فنية تستهدف المصورين والمصممين بنفس الوقت. فأنت إذا مصمم حاب تشارك معنا، أهلا وسهلا حبيبي. وللتأكيد، أي مصور وأي مصمم بيقدر يشارك معنا، إن كان عندك معدات احترافية أو بدك تصور بتليفونك، إذا كان عندك لابتوب احترافي أو بدك تصمم على تليفونك، كله مرحب فيه بهذا التحدي. فعدت تتأهلوا للجائزة حبايبي، ركزوا معي بالشروط. بالنسبة للتحديات راح تنزل على قناة اليوتيوب حبايبي، مش على بروفايل الإنستغرام، راح تنزل بوقت السحور إن شاء الله. فبعد ما تحضر الفيديو على اليوتيوب، راح يكون معاك لحد وقت الإفطار إنك تصور التحدي وتنزل بوست على بروفايلك الإنستغرام. بس انتبه هاي الشغلة، معاك من الساعة 6 لحد أذان المغرب انت تنزل البوست وتعمل منشن لحساب الشخصي على الانستغرام @leo.hamati مع هاشتاج تحدي 30 صورة حتى تنحسب المشاركة إلك. بالنسبة للصورة، ما عندي مشكلة تكون بالطول، بالعرض، مربع، بدك تعدل عليها على الفوتوشوب، اعمل اللي بدك يا، لكن حاول تطلع بأجمل صورة انت قادر عليها حتى تطور من مستواك أولا، وثانيا حتى تفرجي شغلك للبقية، لأنه كمان رح يكون في لجنة تحكيم زي ما ذكرت سابقا. فطلبي منكم حبايبي أنه تشاركوا بس بصورة واحدة من خلال الساعة 6 لأذان المغرب، وبعدها أنا رح أختار مجموعة صور أعلق عليها بفيديو اليوتيوب وأعلن عن التحدي اللي بعده وهكذا. فعملية اختيار الفائز رح تكون عن طريق لجنة تحكيم مكونة من 3 أشخاص، مش سحب عشوائي زي المرة الماضية. فمشان هيك حاول تكون صورك جميلة وتتعب عليها. راح نجمع احنا اعمال الاشخاص اللي كملوا 30 تحدي بالكامل ونقيمها، بعدين راح نعمل ايفنت بعد ما نخلص رمضان ان شاء الله ثالث يوم العيد في زنك، لسه المكان مش 100%. فراح نعمل الايفنت، نشوفكم، نشرح شوي عن التحديات والستايلات اللي عرضناها بالتحديات، بعدين نسلم الجائزة. طيب يليو شو الجائزة بعد هذا الحكي كله؟ الفائز شو راح يأخذ؟ حاليا الجائزة صغيرة شوي، حاولنا قدر الإمكان نحصل على 100 دينار مقدمة من شركة يوكام، راح تكون على شكل كوبون تشتريه من شركة يوكام لمعدات التصوير، و150 دينار مقدمة مني ومن سعيد الكرمي، هاي راح تكون كاش الفائز بالمركز الأول. ليش بقولكم الجائزة هسه لساتها صغيرة؟ لأنه هينا عم ندور على سبونسرز يساعدونا، وممكن الجائزة تكبر أكثر وأكثر، فجهزوا حالكم لهذا الإشي. فمن غير أي تأخير، خلينا نعلن عن التحدي الأول والمرحلة الأولى في تحدي 30 صورة، ألا وهي التصوير بستايل الأبيض والأسود. زي ما حكيت، مش بس تصوير، كمان تصميم. أنت ممكن تصمم بوستر أو تصور صورة بهذا الستايل، وأول تحدي هو أنك تصور ملعقة بستايل الأبيض والأسود، أو تصمم بوستر عن ملعقة بستايل الأبيض والأسود، وحاولوا تكون الصورة جميلة فنيا للعين حتى يتم تحكيمها بشكل ممتاز. ما بدي أعطلكم عن سحوركم أكثر من هيك حبايبي، لا تنسوا أنه معاكم الساعة 6 لحد أذان المغرب تنزلوا المشاركة تاعتكم مع منشن لحسابي والهاشتاج تحدي 30 صورة. إذا صورتك ما طلعت بفيديو اليوتيوب اللي راح ينزل بكرة، ما تقلق حبيبي، أنا بحاول أجمع بس 15 عمل عشوائي أعلق عليهم وأفيد حالي، أتعلم أنا منهم كمان وأفيد البقية. فجهزوا حالكم، ومتحمس أشوف النتائج بكرة. بشوفكم بالفيديو القادم، مع السلامة.